السلام عليكم، اهلا بكم متابعينا الكرام في حلقه جديده من حلقاتنا وقناه النشره الطبيه. والنهارده هنتكلم عن دواء ميثادون لعلاج الادمان. ما هي الاثار الجانبيه وما التحذيرات التي يجب مراعاتها قبل اخذ الدواء؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الحلقه دي. ولكن قبل الدخول في الحلقة، لا تنسي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. ولو اعجبك الفيديو او استفدت منه بمعلومة، لا تنسي دعمنا بلايك او مشاركة للفيديو. ما هي استخدامات دواء ميثادون؟ ميثادون دواء يستخدم للتخلص من حالات الإدمان الشديدة مثل الإدمان على الهيروين، وذلك بالتخفيف من أعراض انسحاب المادة المخدرة من الجسم. ينبغي التنويه إلى أن تناول الدواء يجب أن يكون بعد استشارة طبية، ويجب الحذر من آثاره الجانبية وأعراض جرعته الزائدة وتفاعلاته الدوائية للحد من المضاعفات الصحية الخطرة قدر الإمكان. ما هي طريقة الاستخدام؟ يتوفر الدواء على شكل محلول شراب في الفم أو أقراص أو بالحقن أو تحت بالحقن العضلي أو تحت الجلد. يعطى جرعة بمقدار 7 من 10 ملي جرام لكل كيلو جرام في اليوم الواحد، تقسم على دفعات كل 4 إلى 6 ساعات، وذلك بحسب حاجة المريض، أو جرعة بمقدار من 1 من 10 لـ 2 من 10 ملي جرام لكل جرام كل من 4 إلى 12 ساعة في اليوم بحسب حاجة المريض، على ألا تتعدى الجرعة القصوى 10 ملي جرام في الجرعة الواحدة. يعطى عن طريق الحقن الوريدي جرعة بمقدار 1 من 10 ملي جرام لكل كيلو جرام من 2 إلى 3 جرعات كل 4 ساعات، ثم كل من 6 إلى 12 ساعة، وذلك بحسب حاجة المريض، على ألا تتعدى الجرعة القصوى 10 ملي جرام للجرعة الواحدة. ما هي موانع الاستخدام؟ يمنع استخدام الدواء للمرضى المصابين بفرط الحساسية اتجاه أي من مكونات الدواء. يمنع استخدام الدواء للمرضى المصابين بالربو الحاد أو انسداد في المجاري التنفسية. يمنع استخدام الدواء للمرضى المصابين بهبوط في الجهاز التنفسي. يمنع استخدام الدواء للمرضى المصابين بشلل لفائفي. يمنع استخدام الدواء إذا كان المريض مصابا بإسهال نتيجة للتسمم. التأثيرات الجانبية: قد تحدث بعض الآثار الجانبية الشائعة عند استخدام الدواء، مثل الدوخة، القيء، الإمساك، الغفو، التعرق، جفاف في الفم، عدم وضوح الرؤية. قد تحدث بعض الآثار النادرة مثل الاضطراب والارتباك، هبوط في ضغط الدم، الضعف العام، عدم انتظام دقات القلب، وصعوبة في التنفس وتشنجات. تحذيرات هامة: يجب عدم تناول الدواء لفترة زمنية طويلة حتى لا يعتاد عليه المريض ويدمنه. يجب إبلاغ الطبيب المختص إذا كانت المرأة حامل أو تخطط للحمل. يجب إبلاغ الطبيب المختص إذا كانت المرأة ترضع رضاعة طبيعية. يجب الابتعاد عن تناول فاكهة الجريب فروت. يجب الابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية أو أي أدوية تهدئ من رد فعل المريض. يجب الابتعاد عن القيادة أثناء العلاج.